مرحبا بكم اليوم فيديو جديد. نتمنى تكونوا كلكم لاباس عليكم. توحشكم بزاف. شكرا بزاف الناس اللي كومونطاو الكومونتيرات الزوينين في الفيديو الاخير اللي لحت. شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم. كنبغيكم بزاف بزاف بزاف. اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي غنصاوبوا فيه اكسسوارات. اليوم واحد الاكسسوار اللي زوين بزاف اللي غنستعملوه في يدينا في اي مناسبه. سواء غنحتاجوا فيه خيط ديال السبيب، الفواصل، وغنحتاجوا الجوهر. واحد الاكسسوار اللي زوين بزاف بزاف. سوق بالنسبه للناس اللي متبعيني ما تنساوش ديروا جيم وكومونتير زويون. بالنسبه للناس الجداد اللي حاليا كيتبعوني ما تنساوش تابوناو عندي. ولا كنتو من الناس اللي كتبغوني بزاف ديروا جيم وكومونتير. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. ساو نبداو الفيديو ديالنا. كما كتشوفوا كنحطوا في وحده من الفواصل وكنتبعوها بالاحجار ديالنا بالجوهر ديالنا. كتجي زوينه بزاف. كما قلت لكم هذا النوع من الاكسسوارات صراحه اللي زوين بزاف اللي فيه الخدمه بزاف. يعني صراحه شي حاجه اللي زوينه بزاف اللي بلا ما تحتاج تمشي تشري تقدر تصوب راسك ويكون حاجه متقونه من يديك. شي حاجه اللي رائعه بزاف. انا بالنسبه لي عجبني بزاف وجربته فعلا في واحد المناسبه ومشيت بيه وجا رائع مع اللبسه اللي كنت لابسه. سو كنصحكم بزاف انكم تجربوه وسبارطاجيو هذا الفيديو بزاف باش يوصل للناس باش يشوفوا هذا الاكسسوار ويجربوه. كما كتشوفوا شي حاجه اللي زوينه بزاف اللي كتعطي واحد المنظر رائع. تبعوا الفيديو حتى الاخر ما تفلتوا عليكم حتى شي لقطه لان غادي يعجبكم بزاف وانا متاكده انه غادي يعجبكم. سو تبعوا الفيديو حتى الاخر وما تفلتوا عليكم حتى لقطه. سو بغيت نقول لكم واحد الحاجه بالنسبه للناس اللي باغيين يتبعوا جميع الاخبار على القناه ديالي وعليا انا. فكننصحكم انكم تتبعوني في الانستغرام. نحط لكم في صندوق الوصف لتحت وغنحط لكم في اول كومونتير حتى هو. سو تبعوني في الانستغرام كنحط شي حوايج اللي زوينين بزاف. وما تنساوش تكونوا من الفولورز ديالي في الانستغرام.